عيل في الصف. اها. توكل على الله. توكل على الله ان شاء الله. حياك الله ابدا. زي ما انت شايف يا اخي احنا الحين دعونا في عندنا مشاكل كثيره في البلد في المدارس. كنا في المدرسه الاعداديه توجهنا من المدرسه الاعداديه لانيانتي عشان نهدي الوضع. الاهالي زعلانين كثير، سجلوا اولادهم في المجلس في بدايه 1/9 لحد اليوم. وشوف يعني الزباله اول شيء، كمان شوف يعني دخشه المدرسه، المدرسه ما فيها حارس. زي ما انت شايف الالعاب، الاهالي متواجدين هنا. انت بنيجي على المعلمات في من فوق ال 48 طالب في كل صف و50 طالب، ففي الساعه كمان بيجوا اهالي وبيجيبوا اولادهم وبيحطوا المعلمات في وضع مش كويس، اللي الناس يتشاكلوا معهم وبيصير في صراخ بين المعلمات والاهالي، ولا يقبل انه المعلمه تيجي تعلم الاولاد وجاي يتعلم يوم تعليمي. اليوم احنا في اليوم الثاني، انها ودها اكثر مشاكلها ودها تحلها مع الاهالي، وين ولدك يتسجل وين ولدك ما يتسجل. فاحنا بنشوف الوضع هذا. اليوم ان شاء الله بنتوجه على القدس بدنا جلسات، ودنا المجلس يجي هني انت يحل المشاكل، يجي يتواجد هني انت المسؤولين المندوبين يحلوا المشاكل تبعات الاهالي. مش معقول يصير ان انت مشاكل بين الامهات وبين المعلمات او بين الاهالي والمعلمات. احنا ما بدنا نوصل الحل هذا، فاحنا بنشوف الوضع ان وضع سيء جدا، وودنا تدخل فوري من المسؤولين. وحتى المره السنه المره قاعده تدخل فيها الاخ سعيد الخرومي واعضاء كنيسه يوسف العطاونه وجمعه الزبارقه، بنطالبهم انهم يشوفوا ايش المستوى التعليمي تبع اولادنا اللي بيتعلموا فيه، ويجوا يشوفوا ويحلوا المشكله. في مشكله نيه انت. احنا نتحدث، كنا معكم في العام الماضي وزيارة النائب سعيد الخرومي ويوسف العطاونة، واحنا بنتخرف على هاي المنطقة اربع صفوف، كل صف في فوق 48 طالب و50 طالب. اذا بنجي على الناحية الثانية طبعا في نيانتي حمامات لا تكفي للعدد. بالمقابل في عندنا نيانتي كرفانات فارغة. ما طلبتوا ان هذا الكرفانات الفارغة يتم استخدامها لأولادنا؟ الكرفانات بالنسبة للموضوع تبع الكرفانات هذول، احنا طلبنا منهم يفتحون صفوف. المجلس بيستعملوا مخزن بدل ما انه يفتح صفوف هذه ويدهنهن ويفتحوا كمان صفوف، فبيستعملون مخازن. يجوا على الفور في حل، يتوجهوا للجان اولياء الامور، بنساعدهم. احنا مش ضدهم، بدنا مصلحه بلدنا واولادنا ان يكون اطار تعليمي. ما بدنا ما يكون اطار تعليمي، كل ولد في دوله اسرائيل قانوني لازم ياخذ خنوخ، فاحنا اليوم الصف والبستان ما عندنا خنوخ له، فاحنا بنطالب انهم يتوجهوا ويجوا وشوفوا حل المشكله تبعت البستان. لان اذا بنحل مشكله البستان بيكون سهل عنا نحل مشكله صف 12 و11 و10، لان اذا الولد في صف البستان مش محلوله مشكلته، كيف لو الاعداديات والثانويات والابتدائيات وغيرهن. مطالبنا ان اول شيء يجي المسؤولين ويبتدوا العمل الفوري ويحلوا المشاكل تبعات يحلوا مشاكل الاهالي، ويكون هم اللي يواجهوا الاهالي. ليش المعلمات بيحطون هن اللي يواجهن الاهالي؟ المعلمات ما لهن اي شيء، المعلمات مش هنيانت عمدات يعطن سبير. يجوا هنيانت زي ما بشيعوهم من المجلس، يجوا هنيانت هم اللي يعطوهم يقولوا وين صنفوا اولادهم. فاحنا بنطالب بالشيء الفوري، مدشرين شغلنا عشانهم ويجوا هنيانت المسؤولين في المجلس، يجوا هم اللي هم يحلوا مشاكل الاهالي. لا حياة لهم، انتم نادي بنتصل عليهم من الصبح ما في حد بيرد علينا. هذا بحط على هذا وهذا بحط على هذا وهذا حولنا على هذا وهذا حولنا على هذا.